معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، مرحبا بك. اذا شبهات فساد بخصوص المرشحين للدرجات الخاصه، الى اي مدى ترى ان الحكومه ستتمكن من حسم ملف الدرجات الخاصه؟ تحيه لكم ولمستمع مشاهديكم الكرام. يعني اعتقد ان الحكومه باي حال من الاحوال سوف تحسم موضوع الدرجات الخاصه بالتراضي مع بقيه الكتل من خلال المحافظة ومن خلال بغض النظر عن نوعية الشخصيات التي ستتولى هذه المناصب، سواء كانت يعني غير كفوة أم كان فيها شبهة فساد، بأي حال من الأحوال هي ستحسم هذا. ولكن ما هي النتائج ما بعد هذا الحسم؟ أعتقد لن تأتي بنتائج إيجابية ولن تأتي أكلها هذه العملية، لأنه لم تعتمد المهنية والكفاءة في حسم مثل هذه الدرجات المهمة للدولة العراقية. وما الذي يعطل حسم هذا الملف المهم حتى الآن برأيك؟ يعني معلوم جدا أنه المحافظة الحزبية والمحافظة الفئوية هي السبب في عدم حسم هذه الملفات الكثيرة. إضافة لذلك أنه حتى المحافظة نفسها هي لم يتبناها مجلس النواب بطريقة بها شيء من المهنية. اليوم المكون الشيعي الذي يدعي أنه يمثل 60% لديه من جميع مؤسسات الدولة ما يتجاوز 80 و90%، فكيف ستكون محافظة بها شيء من المقبولية داخل مكونات الشعب العراقي؟ يعني حتى نحن لا نشبه لبنان ذات الدولة المحافظة سبقتنا بالمحافظة سنين. القصة أن هناك تغول على الدولة العراقية من قبل مكون على حساب المكونات الأخرى، ويراد إلغاء هذه المكونات. هذه هي أسس المشكلة بعد المحافظة، رغم رفضنا للمحافظة لأنها لا تأتي بالناس الذين يحملون كفاءة عالية ومهنية عالية ومشروع وطني راقي يصلح للعراقيين أن يتعايشوا في ظله. أحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية رأى أن تعيين المفتشين العامين الجدد هو جزء من تدوير الشخصيات لإرضاء الأحزاب، ما تعليقك على هذا؟ نعم بالتأكيد أنا أتفق معه، من لم يفز بالانتخابات يدور على يعني من خلال مجلس النواب ومن خلال الحكومة على منصب، سواء منصب درجة خاصة أم يستوزر أم سفير أم إلى آخره، وهذه بالتالي هي مجموعة فاسدين يديرون هذه العملية بالتراضي فيما بينهم وحتى أحيانا يختلفون. لهذا السبب لا تأتي بأكلها، نقول ونكرر، ولن تكون النتائج إيجابية على الشعب العراقي. إذن هذه السياسة، سياسة المحاصصة عفوا، هل تعتقد أنها هي التي جعلت أكثر من 83% من الشعب العراقي يقاطعون الانتخابات والعملية السياسية؟ نعم، أولا سياسة المحافظة، ولأي انتخابات حتى تنجح يجب أن يكون فيها عاملين أساسيين، أولا نسبة المشاركة، ثانيا نزاهة الانتخابات، وهذا العاملين الرئيسيين قد غابا في انتخابات العراقية. لا توجد نزاهة، نسبة التزوير عالية باعتراف جميع الكتل وجميع المنظمات الدولية، وبنفس الوقت لا توجد نسبة مشاركة. إذا مجلس النواب يمثل من إذا كان 80% لم يشاركوا في هذه الانتخابات؟ نعم، شكرا جزيلا لك من اسطنبول كاتب والباحث السياسي حسين السبعوي.